عليكم حبيباتي. مهم بالنسبه مرحبا بكم على سعاد فلوك اوفيسيال. بالنسبه للوصفه ديال الطبق ديال الفلفله، عندي هنا كما شفتوا 4 ديال الفلفلات، انا غسلتهم، غادا نشفهم ونخليهم على جنب. هنايا شديت البطاطا سلقتها، بطاطا مسلوقه، درت معها شويه قزبر ومعدنوس، غادا نضيف معها التوابل اللي هما الابزار، الكمون، الملحه، شويه الابزار. وبالنسبه للناس اللي كيبغوا الحار يديروا اضافه للحار الا بغاو، اللي ما كيبغيش الحار يتفادى الحار. شوية الفلفل الأحمر، غير شوية، صافي على هاد الشكل. الملح حسب الذوق ديال كل واحد. صافي غادا ندوز نخلط هاد العناصر مع بعض ونرجع معكم. حبيباتي كما شفتو بعد ما خلا عجنت بطاطا على هذا الشكل، دابا جبت هذه الفلفله، ها نفتحتها من هنا من جناب كنحاول نقيها. الفلفله دغيا تنقى من داخل، حيدت ليها القلب، صافي حتى بقات فيها شي زريعه ماشي مشكل. على هذا الشكل دابا غدا نبدا نعمر فيهم، نعمر هاد الفلفلات كاملين. المهم هنا حبيباتي كما شفتوا شديت الماء، درت معاه لافارين، درت معاه شويه الفلفل الاحمر، شويه الكمون والملحه، وخلطته يجيني على هذا الشكل. وهنا راني درت الزيت يسخن، خاص الزيت يسخن ليا مزيان، ثم تقدروا ديروا العجين هكا اولا ديروا بحال العجينه ديال المسمن، تقرصوه وتلووه فيها. انا غنكتفي غير بهذا العجين. صافي غدا نخلط فيها هذيك الفلفله ويسخن الزيت ونديرها في المقلة. المهم حبيباتي كما شفتو هانتوما كنبقى نقلب، باش تجي قلبها كاملة، باش تجيني هاديك القرمشة الفوق، تجي كلها محمرة، كلها مقرمشة من الفوق. تجي بحال دايره ليها شي قرماشة اللي كتكون في كنتاكي ولا هانتوما، كتجي لذيذة صراحة. غتجربوها وغتردو عليا، تقدرو تقطعوهم ديرهم ساندويتشات. فلفلة مقلية، فلفلة اصلا مقلية كتعجب اي واحد، كيما جربتها عرفت يعني بهاد الطريقة كتكون احسن. تقدرو عوض ديرو الكفتة، ديرو البطاطا، ديرو الكفتة، تعمرو هاد الكفتة، اي فاكس كتعجبكم انتوما ديروها. انا درت البطاطا على حيت كيما شفتو راه فيديو واحد دايرة انا هادوك الدوائر ديال الدنجال، ديراهم انا بالكفته هاهم شفتوهم كيطيبو على جناب. وهذه تبقى غير ديال البطاطا. المهم حبيباتي هانتوما بعد ما طابت الفلفله، يعني ما خصنيش نخليها باش ما طيحش ليا هذيك القرمشه تمشي، كما شفتوا راه خليناها هانتوما تحمرات. صافي الرستر اللي كيعطي هذيك اللذه هي هذيك لافارين القرمشه الخارجيه، هانتوما راه كامله. حرصت على دوك الجوانب تا هما اللي منين معمره البطاطا تا هما تحمروا، اللي يعود يبقى فيهم لافارين خضر. صافي درت الطبق هكا، درت فيه بابي سيلوفان، غادا نحطهم
هكذا معاكسين مع بعض. هانتوما شوفوا هذه القرمشة ديالها، هي من واحد الجهة تحيدات، يعني هذيك هي خصني نهزها معاها ضروري، هذيك هي السر باش كتجي مفيدة. كيما كتبان ليكم راه ما شاربه لا زيت لا والو، هانتوما لا مشاربين الزيت والو. هانتوما كيما كتشوفو قدام عينيكم، هاد الشكل. نتمنى ان النتيجة تنال الاعجاب ديالكم. انا نقسم معاكم وحدة بما بردت غير شوية، غتلقاوها ضروري في الفيديو، تبرد شوية وغنقسم معاكم تشوفوا كيفاش جات من الداخل. نتمنى ان هاد الطريقة تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم اللايكات ديالكم، خلو لي في التعاليق اللي جربتوهم، واللي باقي ما مابونيش يتابونا ونفعل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. بعد ما قسمتها من الداخل كيفاش كتبان رائعه حبيباتي، بعد ما قسمتها من الداخل كيفاش كتكون